بعد 70 عاما من أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير وتطهير عرقي، تزاحم الفلسطينيين نكبة جديدة فوق نكبتهم. فالعالم اليوم يقف شاهدا على تنفيذ القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إحدى قضايا الحل النهائي التي نسفها القرار وبعثر بدوره أوراق اللجوء، وما يترتب على ذلك من حلول تلوح بالأفق. مما لا شك فيه أن المرحلة تصل إلى أفق مسدود على الصعيد السياسي، هذا يعطي مبرر للاحتلال الإسرائيلي بمزيد من البطش نظرا للحالة الإقليمية الخصبة لتمرير مخططه القاضي بيهودية الدولة، وأيضا يعطي الفلسطينيين مزيد من الضعف نظرا لتجاهل المجتمع الدولي لقرارات الأمم المتحدة أو حتى اهتمامه بجامعة الدول العربية التي ضعفت في الفترة الأخيرة. إسرائيليا تسمى النكبة بيوم الاستقلال، أما فلسطينيا فهي الوجع لأرض بلغت نسبة سيطرة إسرائيل عليها 85%، الأمر الذي يفسر انتشار أكثر من 58 مخيم لجوء، إلى جانب تحويل مناطق واسعة لمساحات ابتلعها الاستيطان، فيما يقتض قطاع غزة على سبيل المثال الحصر بقنبلة إنسانية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية منها. هي 70 عام من الألم، 70 عام من المعاناة غير العادية، 70 عام من ذكرى الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من العالم أجمع، من كل العالم الذي شارك في هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى هذا التشرد، هذا الألم عبر كل هذه السنوات، والذين راهنوا على أن نستكين، أن ننسى كل ما إلى ذلك. اليوم الشعب الفلسطيني يؤكد أنه لا يمكن على الإطلاق إلا أن يعود إلى بيوته. ومع تبعثر الملفات الإقليمية على السطح، يخشى الفلسطينيون أن تطمس جميع حقوقهم، رغم أنه لم يعد هناك شيء ليخسروه، وهذا ما دفع بجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع جهوزيته في جميع مناطق الضفة وقطاع غزة، خشية تصعيد ميداني محتمل تماما كقنبلة نكبة بدلا من شموع الاستقلال. ومع ازدياد الأمور تعقيداً للوصول إلى حل شامل وعادل في المنطقة، يؤكد الفلسطينيون السعي لإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف حقاً لا مطلباً، لتنتهي مع ذلك رحلة اللجوء الأطول في تاريخ البشرية.